متابعينا الكرام، متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. احنا معاكم النهارده في بث جديد من محافظه الشرقيه، وتحديدا من داخل احدى القرى التابعه لمركز ديار بنجم، واللي شهدت اول امس واقعه ماساويه، وهي مقتل فلاح على يد جاره بسبب خلافات على تلقيح النخل. احنا معانا اسره المجني عليه وزوجته، هتحكي لنا التفاصيل كامله وايه سبب قيام المتهم بانهاء حياه زوجها بهذه الطريقه الوحشيه، وايه العلاقه اللي بتربط المتهم بالمجني عليه وليه عمل فيه كده. في البدايه بنقدم لحضرتك واجب العزاء البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبرك يا رب. انا عارفه طبعا ان نفسيتك صعبه، ربنا يصبر قلبك يا رب. وعايزين من حضرتك بس تحكي لنا التفاصيل كامله، الشخص اللي المتهم ده يقرب لكم ايه، او ايه العلاقه بينكم وبينهم، ويعرف ما يقربناش. تمام، مش يقربنا، جيران يعني ولا جيران ولا جيران ولا جيران، بحكم ان انتم من نفس القريه. نفس القريه بس كل واحد في حاله. تمام، مالناش دعوه بابوه. حصل بينه وبين تمام، هي مرات اخوه جات لنا، تعالى يا ابو اسلام لقح لنا النخل. تمام، قال لها لا يا بنت انا مانيش رايح، والنبي والنبي والنبي. قريبة المتهم؟ مرات اخوه. مرات اخوه. تمام، مرات اخوه، بس ايه على اختلافات ببعض، وهي جايه للراجل ده عشان ايه يعمل لها النخل. تمام، راح لها، هو اما راح لها طلع النخل لقح لها ونزل، كان هو عامل استعداده من هنا وواخد الحاجات اللي هيضرب بيها، واخد شبك من هنا، واخد خشبك ضلفة شباك كمان بمعنى اصح، ضلفة شباك واخدها، وراح خبطه على رجله، خبطه على رجله وهو مربوط بالمطلع، كانش لسه حل ونزل، مربوط بالمطلع وخبطوا على رجله، قطمها له قطمين اتنين، خلاص ان شاء الله حركته. لما ان شاء الله حركته راح جايب الضلع وخبطه على راسه، فلك له دماغه اتفلك. حصل ما بينهم خلافات قبل كده بين المتهم والمجني عليه؟ لا، مفيش اي صله ما بينهم. اول مره اعرف الموضوع ده. ايه سبب ان المتهم ضرب جوزك بالطريقه دي؟ امه. امه قالت له يا ابني بسرق اللقاح، لما شافته طالع على النخل فكرت ان هو بيسرق. روح روح اضربه وكسر له رجله خالص، هو بالفعل راح وكسر له رجله خالص، سمع كلام، سمع كلامها وكسر له رجليه، فلق دماغه، كسر منخوره، خبطه على حجبه من هنا كده بودنه هنا كده، ضربه على دراعه. وريتينا الصوره صعبه، يعني الاصابات كتيره جدا، يعني ضربوا على الوصفات كمان. وبعد ما ضربه شاله رماه في الراتب، كبير مصرف، صرف السحر. ايوه، شاله رماه في المصرف، ما هو مشلول البقى خلاص، وراح مجرجره على الطريق، وراح موقفه وربطه على النخل. يرضى مين؟ قولي لي يرضى مين؟ في ايتام ملك كبير جوزي، لا ولا اصل جوزي وقع في الراتب وعايز يروح، قلت لهم لا والله جوزي في حاجه، اجري على ديار في المستشفى الاقيه كله ميه، كله ميه، ومش حاطط هدوم عشان يلبسها. يعني انت حد، مين اللي قال لك ان جوزك انضرب في الارض؟ حدش قال لي، هم جم جم، الراجل اللي شاف المنظر قال، اللي شاف المنظر جه قال انهان انهان جامد، والباي يعني الصوره باينه انهان جامد، وانا بقول لك على اللي حصل، ما فيش اي حاجه من اللي قلتها ما حصلتش. انت رحت شفتي جوزك؟ رحت شفت وراه في المستشفى؟ رحت المستشفى. اقول لك اللي جالي هاتي جلابيه لابو اسلام، اصل وقع في الراد متبهدل جامد، اصلي وقع في المصر متبهدل جامد، جو جو جو، خد يعني يجي العز. ها، قلت لا ليه؟ والله في حاجه، في شرع مين ولا في مين؟ اروح وراه في الاسلام، جبت مكاني عشان تبقى في نفس اللحظه. ليه العيله دي كده تتحرم من ابو، اروح الاقيهم دماغهم مفتوحه كده وبغيط فيها 15 غرزه ولا 20 غرزه، بنته تتحرم منه وتودع مننا. يعني انت لما رحت المستشفى كلمتيه؟ قول له لا، امال ايه؟ كلمتيه لما رحت المستشفى، او هو كلمك قال لك حاجه؟ مش رد عليكي باي حاجه خالص؟ ما قالكمش مين اللي ضربه ولا ايه اللي حصل ولا ايه؟ الظابط. عرف الظابط ايه؟ الظابط ربطني
وجابنا بالشوكة عملنا بالشوكة. هو انت بتقولي ان هو ضربه كمان بالشرشرة اللي هي آلة حادة بتاعت الزرع. اربع كلمات بس والله اللي اتكلمهم ما اتكلمهم ليا انا. قال له ربطني وخبطني بالشرشرة وجرجرني وربطني على النخل. يا الله ده كله اربع كلمات اللي قال. قولي لنا يمكن انت قلتي ان بنتك صغيره اكتر واحده متاثره وكل يوم تسالك على باباها. ايوه نفسي تعيط زي بكت القلق وتقول كل سنه وانت طيب يا مولا بقى يعبط على كده زي بكت العيال. نفسي ربنا يرحمه ويصبره. نفسي يمكن هو كل الاهالي القريه هنا بيحبوه وكانوا دايما بيقولوا عليه. والله الحمد لله ما عمل مشاكل مع حد. والله الحمد لله يا بنتي والمصعب والله طالع يجيب لنا العياد يا بنتي. هو شغال ايه جوزك؟ هو شغال يا بنتي فلاح عامل. قول لنا طلباتكم ايه النهارده؟ يطلع من العز وعايزه حق بنتي. ربنا يصبرها يا رب. انا عايزة حق بنتي ده عشان هي طفله بس انا مش عارفه اجيبها ولكن هي يعني منهاره ومتاثره جامد جدا. والله العظيم بقى لها 3 ايام بترتعش وبقت ابعد عن البيت. والله بقت ابعد عن البيت. هي كانت صدمه كبيره. يمكن كمان جوزك كان ماشي. جوزي انا اجيب لها البنت دي بعد 13 سنه يعني الحمد لله. اقرب واحده ليه يتعدم ويطلع من العز. هي البنت الوحيده. لا لهم ارض ولا لهم غط ولا لهم اي حاجه. هي طفله يعني متاثره جامد جدا. انا بقول ماشي بتجي عشان احنا الاثنين مش عشان الصبيان. هو كله شحطته عشان انا وعيل نعيش قصاد الناس بس يطلع من العزبه ويتعدم. انا عايزه حد. هو لما اسماء ما لو ناقشت هجي. تمام اتفضل استريح. النخل حضرتك كان 3 اخوات شركاء. النخلي 3 اخوات شركاء مع بعض فيه. الجاني ده فرد منهم. تمام. جت مرات اخوه قالت ايه تعالى لقح النخل بتاعي. فهو راح يلقح النخل بتاعه هو بتاع اللي هو اخوه او بتاع اخواته مش بتاعه هو. هو زعل ان ازاي يلقح النخل ده ويسيب بتاعه. لما انت قلت لي ما تلقحش النخل بتاعي فهو بصراحه حاجه صعبه. انهى حياته علشان خاطر تلقيح النخل. عشان تلقيح النخل ده يمكن هو كمان مش انهى حياته بطريقه عاديه. ده انهى حياته بطريقه ماساويه. يمكن استمر ضرب وتعذيب ضرب وتعذيب. حضرتك انت خبطته كسرت رجله. طب سيبه بقى خدت حاجه اهو لو ليك حاجه. ايوه ما يتخطى على رجل. مارس هو طريق زراعي ارضهم دي والنخل ده في اخر الطريق. يعني مكان مقطوع ما بروحش له حاجه. ما كانش في حد خالص معاهم حاول ان يحوش عنه. هو استغل الفرصه. المتهم استغل الفرصه. اني متولي محبوب من الناس كلها وراجل محترم وراجل خادم الناس كلها وراجل مؤدب وعمره مشاكل عمره عمل مشاكل مع حد في القريه. يعني لو حد شافه في الوضع ده كان حاشه او كان لحقه او كان. هو الجاني استغل الموقف ان ما كانش في حد حواليه من الفلاحين فقدر استغل الفرصه ان المتولي نازل من على النخله مربوط. طب حضرتك اللي نازل من على النخله ده ماسك في المقلاع اللي هو طالع النخله. ايوه فعشان يعجزه ومتولي صحته ولا بسم الله ما شاء الله فكسر رجله الاول. فما كسر رجله عندي ما نزل من على النخله وجع. طب ما هيقف ازاي؟ فعندي ما وجع كمل عليه ضرب فين؟ على دماغه وعلى جسمه. جماعه ده جسمه في دماغه فلك راح الدتين ماشي ضرب حضرتك ربطته كفايه خبطته كمان خبطه كفايه مش امه تقول له موته. احنا مش عاوزين حاجه. أمه السبب. احنا مش عاوزين اي حاجه الا حاجه واحده يطلعوا من العزبه وما لهمش حاجه هنا خالص وتعدم. هو وامه مش هو لوحده. هو وامه عشان خاطر الغلبان اللي هو سايب كم لحم ساب اربع عيال ملوش اي احنا هنروح بهم فين؟ ملهمش دخل. انا في حاجه بعيد والله العظيم كان نفسي يفرح بابنه. ربنا يرحمه يا رب. مالهمش دخل. هو ده هي حياته دخل ايه اللي هو يروح يشتغل يوميه ويجيبها ياكل بقى اخر النهار. كنا مع حضراتكم من احدى القرى التابعه لمركز ديار بنجم. نقلنا لحضراتكم تفاصيل مقتل الحاج متولي على يد جاره او احد ابناء القريه اللي بيسكن فيها.